رحب مع حضراتكم بواحد من الكبار الإعلاميين الكبار الحقيقة، وتحديدا في الكرة الإفريقية، واحد من الأساتذة اللي احنا كمان جيل الثمانينات تتلمذنا على إيده وتابعناه بالتأكيد، وهو وقامات كبيرة إعلامية، الأستاذ والإعلامي الكبير الأستاذ طارق رضوان. مساء الفل عليك يا أستاذ طارق. أهلا أستاذ أحمد، أخبار حضرتك إيه؟ وسعيد بجد وبتشرف إن أنا موجود أسعد مع حضرتك. أنا أسعد. عامل ايه؟ كله تمام؟ بخير الحمد لله. القاره الافريقيه تعبانه معاها، ما بين تصفيات ما بين بطوله افريقيه كتير الأحداث. مش عارفين يعني مشوارها ايه او مسارها ايه، شويه تتقال في الشتاء، شويه تتقال في الصيف، شويه تتقال 4 سنين او سنتين، لكن في النهايه تم الاستقرار على انها هتقام في ديسمبر من العام 2025 النسخه المقبله. هو اللي عامل المشكله استاذ احمد انه كاس الامم الافريقيه كل سنتين، يعني اليورو مثلا وكلنا بنتابعه دلوقتي كل 4 سنوات، فبالتالي التصفيات لما بتتعمل بيبقى في براح كبير جدا، بتبدا بعد انتهاء البطوله الحاليه بفتره كبيره، لكن انت خلصت في شهر فبراير والنهارده بتعمل القرعه اهو، فبالتالي يعني الامور بتبقى صعبه شويه والوقت بيبقى ضيق جدا. صحيح. طيب خلينا بس نتفق على حاجه يا استاذ طارق، ان الوضع في القاره السمراء هو يمكن يبدو ان الكلام اصبح مكرر شويه، فكره ان القوى اختلفت وان ما بقاش في القوى الكبرى اللي احنا كنا معتادين عليها، لكن في نفس الوقت هي ظاهره تستحق الدراسه. يعني لو تابعنا حتى اخر جولتين في التصفيات كاس العالم، بنتكلم عن قصه كاس العالم، فلما نشوف منتخب بحجم نيجيريا في المركز الخامس في مجموعته، لما نشوف منتخبات زي كاب فيرد زي جزر القمر بينافسوا على البطاقه، صحيح احنا لسه بدري احنا في الجوله الرابعه، لكن في نفس الوقت انت بتتكلم في تصدر اسماء ما كناش معتادين عليها، وفي نفس الوقت خفوت نجوم واسماء بحجم منتخب نيجيريا ومنتخب غانا. الظاهره دي تستحق الدراسه وتستحق التوقف عنها طويلا عشان نفهم ايه اللي بيحصل. هي ظاهره كويسه ايجابيه، كل ما قاعده المنافسه تزيد يبقى انت عندك اللعبه في تقدم.